السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة سمنة للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة كما راكم تشوفوا، رايحين نديروا الكروم محشي. قبل ما نبداو فصلتنا لينا ها اليوم، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. وما تنساوش انه رابط صفحتي على الفيسبوك والانستغرام في صندوق الوصف. مقادير وصفتنا لينا ها اليوم كما راكم تشوفوا، نحتاجوا كمية من الكروم. هنا من الاحسن انه الكروم بتاعنا، يعني انا مفضل انه يكون المتوسط، يعني يكون هذا المتوسط ولا يكون شويه كبير على هذا. رايحين نبداو نقيو الكرنب تاعنا. فاول حاجه رايحين نحيو اللي شاده لكل اوراق الكرنب تاعنا، يعني هذه اللي تحت هي اللي شاده كل اوراق الكرنب تاعنا. هنا من الاحسن انه نستعملو سكين حادي، يعني يكون السكين تاعنا شويه ماضي، يعني باش ما يتعبناش في العمل. هكذا بهذه الطريقه، يعني باش نسهلوا العمليه علينا، وكل الاوراق يعني نحوها تبقى لنا صحيحه، يعني كل الاوراق يعني ما تقطعناش كي نكونوا نجبدوا فيها. هنا بالنسبه للورق، يعني كاين كميه يعني عده طرق باش نحيو الورق على بعضه. هنا كيما راكم تشوفوا، نقدروا هكا نهزوا الكرنب تاعنا، سواء نحيو بالورقه هكذا يعني بكل سهوله، سواء انه نحطوها نغلوها في الماء هكذا بهذه الطريقه، ولكن ان الثقب اللي في الاسفل انه يكون من الاسفل، يعني الثقب يكون من الاسفل بهذه الطريقه. فانا حنفكك نظل ندير هذه الطريقه العاديه اللي هي نحيو كل ورق على وحده. كما راكم تشوفوا انه الورق تاعنا انه يخرج يعني مثل ما هو. من جهة أخرى عندي كمية من الماء الساخن كما راكم تشوفوا، يعني الماء تاعنا لازم يكون هكا يغلي، وهنا نضيف الورق تاعنا تدريجيا، يعني ما نحطوش الورق تاعنا كله مع بعض، لازم الورق تاعنا نحطوه تدريجيا هكذا يعني بكمية قليلة ونحيو. يعني هو أصلا مش حيشد معنا كم وقت طويل، هنا نخليه فقط حوالي دقيقتين حتى نشوفوا الورق تاعي بدا يتبدل لونه، نشوفوه بدا يتبدل لونه ولا طري. هكذا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا، رايحين نخرجوا الورق تاعنا ونضيفوا كمية أخرى من الورق هكذا حتى نكملوا كل الكمية تاعنا. هنا فقط نأكد عليكم ما نوضعوش الورق كله على مرة واحدة، يعني نضيفوه تدريجيا. هنا كما راكم تشوفوا الورق تاعي، هنا لازم نصفيه الورق تاعي كما راكم تشوفوا، يعني شوفوا الورق تاعنا باش نعرفوه انه راهو القوام ديال الطهي تاعو صحيح، يعني شوفوا كي نطويوه يجي يتطوى بكل سهوله، يعني كي نلفوه بكل سهوله ما يتقطعش الورق معانا هكذا، ونخليه حتى يقطر تماما. من جهه اخرى رايحين نروحوا للحشو تاعنا. عندي كميه من البصل نكون قطعناها رقيق، عندي كميه من المعدنوس، الدجاج مفروم او لحم مفروم كما نقدر نستغناو عليه كليا، نضيفو فقط الارز. عندي فنجان من الارز، هنا سواء كما قلت لكم نقدر نستغناو على اللحم المفروم او الدجاج المفروم كليا، نستعملو فقط الارز. بالنسبه للبهارات عندي كزبره بودره، ثوم بودره، اذا متوفرش عندنا ثوم بودره نقدر نستغناو عليه، عندي كمون، عندي كركم، والقليل من رس الحنوت او الفواح مع الملح. الحين نبداو في الطريقه على بركه الله، يعني نوجدو الحشو تاعنا. راح نخلطوا كل المكونات مع بعض. انا فقط نذكركم انه الاوراق انا ما زدتش ضفت عليها الماء البارد، يعني الاوراق خليتها كيما هكاك، ما زدتش ضفت عليها الماء البارد. راح نخلطوا كل المكونات مع بعض، راح نضيفوا البهارات، وراح نضيفوا كميه من الزيت اللي هي حوالي فنجان من الزيت، نصف فنجان من الزيت عفوا، يعني نضيفوا نصف فنجان من الزيت. نضيفوا الزيت باش الارز تاعنا انه ما يلصقش في بعضه، لانه الارز انا اللي استعملته يعني ماهوش طايب، يعني فقط غسلته الارز شللته ورايحه نستعمله، يعني الارز راني ما غليته ما والو، يعني راهو اخضر. على بها نضيفوا كميه من الزيت باش ما يلصقش مع بعضه. هنا كيما راكم تشوفوا الورق تاعي، رايحين نحيو هذا اللي يجي يابس، يعني اللي ما يطيبش، يعني هذا لازمتنا ننحوه، لانه لو كان نلفو الحبه به ما راحش يطيب وراح يقسمنا الحبه تاعنا. هنا كيما راكم تشوفوا راح نحكموا الحبه تاعنا بهذا الشكل، يعني كيما راكم تشوفوا في الفيديو، ورايحين نلفوا الملفوف تاعنا ولا الكرنب تاعنا
بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. هنا فقط رايحين اكيد نقسموا الحبة تاعنا الحجم اللي حبيناه. هكذا كما راكم تشوفوا كنا تحصلنا على قطع من الخروم يعني بكل سهولة. هكا يجونا الحبات كامل قد بعضهم ويجونا بيسهل علينا على من هي تألف. هنا كما راكم تشوفوا رايحين نبداو نعمروا الملفوف تاعنا، يعني ناخذ كمية من الحشو راح نشكلوها على شكل أصابع. بهذه الطريقة يعني من أسهل ما يكون. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. هكذا بهذه الطريقة هنا فقط كلفوا، لازم نزيروا مليح على الحشو تاعنا، يعني نزيروا مليح على الحشو باش ما يتفتحش الملفوف تاعنا. هكذا يعني بكل سهولة راح نكون تحصلنا على الملفوف تاعنا. هنا اكيد نحيو الزائد هذاك باش الحبة تاعنا يعني تجي يعني مضبوطة، الحبة تاعنا تجي معدولة ومسجمة كما راكم تشوفوا. الملفوف تاعنا هذا هو شكل تاعو كيفاش راح يكون. رايحين نكملوا كل الكمية تاعي يعني بنفس الطريقة، يعني طريقة سهلة وبسيطة يعني تخلي كل الحبات يجيو مثل بعض، يعني يجيو الحبات مشدودين ومزيرين ومتجيش الحشو خارج، يعني والورق تاعنا ما راحش يتفتح معانا. يعني وصفة رائعة ومن أسهل ما يكون يعني، واللي ما يعرفش فقط للورق الملفوف يعني هاي طريقة سهلة وسريعة باش الحبات كامل يجيو على حبة. لازم دائما نزيره في الأول على الحشو يعني باش ما تجيش الحبة عريضة. والزائد هذاك دائما لازمتنا نحو باش الحبة تاعنا تكون يعني شادة روحها كيما راكم تشوفوا. يعني كل الحبات كيفاش يجيو، يعني شوفوا يعني الحبات كلها تجي مشدودة وتجي شادة روحها. من جهة أخرى عندي مقلاة عندي فيها كمية من الزيت وراح نحط فيها كمية من السمن، سواء نديرو زيت وحده أو سمن وحده ولا زيت وزبدة، يعني نخلطو يعني كل واحد على حسب المتوفر عنده. فأنا راح ندير كمية من الزيت والزبدة. هنا كانت عندي فقط أوراق يعني كنت ما استعملتهاش يعني كانت صغيرة، راح نحطها هي الأولى باش الملفوف تاعي ولا الورق تاعي إذا كانت ملقى تلصق يعني ما تلصق ليش، راح تكون فوق الأوراق هذه، يعني الأوراق هذه هي اللي حتلصق في المقلاة ماشي الملفوف تاعي. هكذا ونحطو عليها الملفوف تاعنا باش ما يلصق لناش، نتفداو انه يلصق لنا في المقلاة. اكيد رايحين نقصوا للنار بعد ما تكون سخنت الزيت. هكا رايحين نستفوا كل الملفوف تاعنا كيما راكم تشوفوا كيفاش يكون كل الاصابع. يعني وصفة رائعة رائعة، ان شاء الله ديجا رانا في موسم الكروم، يعني معليش يعني نجربوا شويه وصفات يعني من باب التغيير. يعني هنا كل واحد يستعمل الكميه على حسب افراد العائله تاعو، المهم يعني هي الطريقه هي اكثر شيء اللي تم. يعني كما راكم تشوفوا يعني كل الحبات يكونوا مزيرين، يعني ما يكونوش مرخوفين باش الحبه تاعنا ما تفتحش، يعني كي نحطوا الحشو ونزيروا عليهم ليه. بهذه الطريقه هنا فقط باش نكونفيرميو يعني ان الملفوف تاعنا لازم نخليه حوالي دقيقتين في الزيت او الزبده، لان الملفوف تاعنا كما نعرفوا يحب الزيت ولا يحب الزبده، نخليه يعني شويه حوالي دقيقتين في الزبده وحده قبل ما نبداو نمرقوا عليه بالمرق الابيض اللي نكونوا وجدناه من قبل. يعني نوجدوا مرق وحده ونضيفوه فيما بعد، يعني المرق عادي سواء نديرو مرق احمر او ابيض، يعني كل واحد على حسب الرغبه تاعو. هنايا بعد ما فات حوالي دقيقتين عليه لازم نغطيوه بصحن، يعني الصحن هو اللي راح يخلي الحبات تتزير او ما تتحركش، يعني ما تلقاش كيفاش تتحرك من مكانها. هكا نزيروا عليها بالصحن باش الحبات تاعي كيما راكم تشوفوا يبقاو على نفس الحبه.
انا كيما راكم بتشوفوا رايحين نبداو نمرقوا. كما قلت لكم هنا نسوى نستعملوا مرق احمر او مرق ابيض، فكل واحد يستعمل على حسب الذوق بتاعه. انا فقط كي نضيفوا كميه المرق ما نضيفوش كميه كبيره حتى يتغطى وما نقدروش كيفاش، يعني نضيفوا بكميه قليله ونشوفوا فيما بعد. كما كنتوا تشوفوا دائما لازم نزيروا الملفوف تاعنا بصحن قبل ما نغطيوه. هنا كما قلت لكم كميه المرق نضيفوا كميات قليله كي نشوفوه شرب، نشوفوا الروز تاعنا طاب ولا ما طابش والملفوف تاعنا طاب ولا ما طابش، ونضيفوا كميه المرق على حسب كميه الارز اذا طابت ولا ما طابتش. انا كيما راكم تشوفوا هكذا، ودائما نضيفوا كميه المرق بالقليل، يعني ما نضيفوش بكميات كبيره. انا كيما راكم تشوفوا شكل الملفوف تاعي، يعني شوفوا ما يتفتح معنا ما والو، راح تبقى الحبه